سلوى شو ما توكليني بس توكلي الي ها هتقربي تقولي لي اخبار العقنقع على وجهك لك كل 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 اسمعوني زين يما خير عمتي اسمعوني زين كل زين من اليوم ابي اعلمكم كيفيه العنايه بالاطفال حتى خاف باكر عقبه يصير عندكم طفل عندكم خبره اسمعيني انا وانا بعد شوي مشغوله مترهلت لازم العب رياضه وجيب شوي يعني ماما رجيم هو رجيم يما اي اخاف ابو منقار يعوفني ترهلت ما اصير رشيقه لا طبعا عمتي فال الله ولا فالج بس عمتي تربيه الاطفال وعنايه فيهم هذه شغله الحريم اسكت يما يقول علاوي صح اسكت انت شغله الحريم منو قال لك كيفيه طريقه تربيه الاطفال بس بالحريم ما يعتنون فيه لا بعد هاي مسؤولية الرجال افتهمت؟ يعني هذه التربية الحديثة عمتي؟ شلون لعن؟ يعني مرة انت ترضعه مرة سلوى ترضعه انا شو عمتي ما؟ بالممة يعني مرة انت تغير الغيارات مرة سلوى يعني هذه المساعدة ضروري شبيك؟ ها؟ شفيك شو شمعزيت؟ لا والله عمتي لا شمعزيت ولا شيء حاضر انت ما حاسبه مثل ولدك؟ اكيد عمتي اكيد يوم اكيد حاسبه واكثر لعدي ذا مو حاسبه مثل ولدك شفيك شمعزيت ها؟ فهمني؟ ما في شيء بعدين انا حاسبتك مثل ابوه افتهمت؟ يعني يتمرص تفز باللي يلا الصيدليه قبل تروح تجيب له الدواء وتجي زين؟ اي شيء نقفه تفز تروح تجيب له كل اشياء ونواقصه انت تعرف ابو خطيه مشغول وحتى ندش المدرسه منو مسؤول عن تذاكره ودروسه انت يريد المدير تروح انت فهمت عمتي يعني قصدك اتابع حتى بعد ما يدش المدرسه شلون لعاد زين انت مو ردت اتكلم ويا وضع عشان يسجل لك العياده باسمي اي والله عمتي يا ليت اي عدل لعاد من الحين تخلي موضوع الطفل براسك افتهمت خلاص وضاح برقبتي ومسؤوليتي من اللحظه هذه بسلمك وضاح ان شاء الله ثانويه عامه عدل اسقع